البنك الدولي بيقول ان 55% من اللبنانيين تحت خط الفقر. دول تحت خط الفقر طبعا. يعني بنحكي تحت خط الفقر، يعني بنحكي بفقر مدقع. التمويل و 35% من اللبنانيين في فقر مدقع، وده رقم كبير جدا. التمويل بقى بيجي منين للعمل الاهلي ده؟ هل من المغتربين؟ بيجي منين يا بولا؟ دايما الدياسبورا اللبنانيه، الدياسبورا هم المغتربين طبعا. الاغتراب اللبناني اللي طالما ساعد لبنان في كل الايام، ولا مرة لبناني بيسافر إلا ما بياخد لبنان معه وقلبه بضل معلق ببلده، وهيدا سر إذا بدك بقاء لبنان كل هذه الفترة قبل أن ينهار، هو الريميتنسز، تحويلات لبنانيين في الخارج اللي هي أرقام كبيرة جدا. يعني حتى اليوم نزلت، بس بعد في حوالي 3 مليار بيحولوا لأهلهم. لبنان 4 مليون، يعني مش حد ما تقارن بمصر، نحن شارع بالقاهرة. بعدهم بحاولوا لأهلهم لليوم هذه المساعدة الصغيرة اللي صارت، يعني المية دولار كانت تعمل 150 ألف، اليوم المية دولار تعمل 1,300,000. عم تتخيل حصل يعني عم تتخيل الفرق 90% تقريبا. فبعد الناس عم بتدبر أمورها لحد اليوم من وراء الدياسبورا، والدياسبورا اليوم عم تتنظم لاقتلاع هذه العصابة الحاكمة. ما فيك تقولي طبقة ولا عصابة مذهبية، كل واحد ماسك شارع وحاكمين، وكل الوقت بيتصارعوا على حساب البلد والناس وتعتير إضافي. بعد 4 أغسطس استقلتي. صحيح. قدمت استقالتك ليه يا بول؟ قدمت استقالتي لأنه شفت أنه مجلس نيابي أصلاً ما كان يعمل شيء. بيجتمعوا وبيطعموا الناس شعارات وكلام وخطب، قد ما بدك خطب، بس عملياً ما في إنجازات. بلد عم بينهار، أزمات ومشاكل، ده قبل الانفجار. ولا في ولا كأن موجود، كأنه يعني برلمان في بلد آخر، في دولة أخرى. دينايل كامل، حالة نكران مش طبيعية. كنا بعدنا عم نقول انه منصرخ من الداخل، منرفع الصوت من الداخل. بعد 4 اب كان لازم حد يهز هيكل الفساد ويقول لهم يعني بكفي، خلص بكفي استمرار بهيدي الطريقه اللي هي ما عم تعمشي للبنانيين. انا كيف بدي اخذ معاشي اخر الشهر اضافه لوكيلتي عن الناس، واحترم حالي اني اخذ هذه الوكيله وانا ما عم بقدر اقدم لهم ولا شيء؟ وجودي بالصوره بالمنظومه كنت شاعرة أنه سيء صار لألي لكرامتي. أضيف إلى ذلك أنه بالشارع لما كنت بهيدي الأيام، أخذت يومين أو ثلاثة بعد الانفجار، الناس كانت عم بتقلي استقيلي، وكنت في أشخاص أسألهم استقالتي شو بتنفعك؟ في ست قالت لي بتبرد لي قلبي، في قهر من مسؤول غير مسؤول لا ينجز، ما بيعمل شيء للناس بس بيستمر، برغم ان انت كنتي في البرلمان. يعني البرلمان مش تنفيذي اكتر، مش زي الحكومه. بس اقول لك البرلمان اللبناني هو يعني الحكومه هي تصغير للبرلمان، لان نفس الكتل الموجوده في البرلمان كلها تريد ان تتمثل. يعني انا كنت الوحيده اللي ما عندي تمثيل، انا وحزب الكتائب بركي وكم شخصيه قليل، ما كان عندنا تمثيل في الحكومه. فبس الناس بتاخذ السلطه واحد، بتعرفي بتاخذهم بالجمله، بتطلع. يعني تخيل اليوم حاطين صور النواب عم بيقولوا لهم استقيلوا على ابواب المجلس، وانا صورتي موجوده بيناتهم ولا بقبلها. كل مره ممكن بالسياسه اتقدم خطوه وما اكون عم بقدر اوعد، يعني نفذ وعودي للناس او اللي قلته، طبعا ساستقيل، لن ارضى ان استمر بعمل انا ما بقدر انجز فيه، ما بقدر اتقدم فيه، وبغطي صورتهم البشعه، او بعطي كان هنالك ديمقراطيه وقت لا يوجد ديمقراطيه. البرلمان عنا بينعقد من غير حتى ما يكون في نصاب، ما فيك تراجعي، لا يوجد طرق للمراجعة. وحتى قدمت بهذا المجال تعديل للنظام الداخلي ليصير في طرق من طرق المراجعة إذا الرئيس البرلمان انحرف بتصرفاته، ما فيك تراجعي حتى. فلذلك يعني الديمقراطية مفخخة بكثير من الأفخاخ للأسف.